ورجعنا لكم تاني. الموديلنج مجال معظم بنات العالم نفسهم يدخلوه، يتصوروا صور حلوة، يلبسوا هدوم حلوة، صورهم بتكون موجودة على المجلات والإعلانات واليوفط. زمان المجال كان مقتصر على البنات الرفيعة قوي، لكن حاليا والفترة الأخيرة بدأت البراندات العالمية تستعين بالموديلز الكيرفي زي اتش اند ام وفيكتوريا سيكريت. معانا النهاردة 2 من أشهر الموديلز الكيرفي في مصر، سلمى الشيمي وياسمين علي. أهلا بيكم، منورين. تفتكروا ليه اصحاب خطوط الموضه فكرهم بدا يتغير، وليه بداوا يجيبوا مودلز كيرفي بدل الرفيعين؟ يعني متطلبات السوق، يعني انا دلوقتي بنت مثلا كيرفي عايزه الاقي هدوم تناسبني، يعني ينفع اخرج بيها، مش كل البنات مثلا جسمهم رفيع وكده يعني. ايوه صح. تاني حاجه، اجسام البنات المصريين غير الاجانب، فطبعا لازم نعمل حاجه تليق علينا كلنا، يبقى ستايل مختلف وشكل مصري شويه على جسم البنت المصريه. انت بدات ازاي ياسمين؟ يعني انت بدات مجال الموديلنج من امتى ودخلتي ازاي؟ انا بدأته بالصدفة من صديق ليا مصور. بدأت ان انا اعمل سيشنات الميك اب، بعد كده دخلت الكاجوال والويدنج، شاركت في مسابقة الاميرة العربية في 2018 بس، وبعد كده يعني ابتدى المجال يتفتح معايا شوية شوية. طيب سلمى، انت ليه عامله ضجه على السوشيال ميديا؟ والله ابدا انا مش عارفه ليه دايما مثيره للجدل، يعني ليه عامله لنا مشاكل على السوشيال ميديا؟ مره واحده كده يعني بقيت بيعت الموز في مدينتي، ما مش عارفه ليه. في حد يروح يبيع موز في مدينتي بعربيه مثلا؟ يعني ما ينفعش. اي السوشيال ده قلب الدنيا بصراحه. ايه فكرته؟ يعني فكرته جات لك ازاي؟ ده هي جت صدفه جدا، يعني انا كنت لابسه اصفر وكنت بصور عادي وعدى يعني بتاع موز، يعني ما كنتوش مخططين لا خالص. ما هو بقى هي عين الموديل بقى اللي هي يعني بتفرق الموضوع ده، فقلت له لا انا عايزه اتصور مع العربيه يعني وكده بس، فما جاش في بالي خالص. لا اشمعنى موز يعني؟ ممكن فراوله مثلا؟ ما انا لا معلش انا اختارت بقى حاجه تليق مع الجام سوت اللي كانت لابساها. طيب انت بدات من امتى يا سلمى؟ انا بدات بالظبط يعني الهوم وير والفاشن والكلام ده من سنتين بس، قبل كده كنت بنزل ايه يعني سيشنات ليا انا يعني. ففي برضو حد زميل مصور يعني حبيبي اسمه احمد سمير، بتعملوا دعايه بقى على الهواء؟ لا خالص والله، لسه هو اخويا الكبير يعني. هو اللي قال لي لا انت لازم تصوري هوم وير بس. طيب الفتره الاخيره ظهر براندات مصر كتير قوي، الاول كان الموضوع برضو مقتصر على البراندات العالميه، دلوقتي بقى في براندات مصر كتير جدا بتصور اكتر من الاول. تفتكري ليه؟ لان دلوقتي يعني انت شايفه دلوقتي اغلبيه البنات قاعده في البيت، فانا عايزه اشتري اي حاجه بسرعه من غير ما انزل الف على المحلات والكلام ده كله، فدلوقتي بقى كله على السوشيال ميديا، قاعد على الانستجرام يشتري اونلاين كده يعني. قصدك ان البيع الاونلاين اكتر باكتر بكتير؟ طبعًا يعني طبعا بالذات في ازمه الكورونا دي. غير البيع الاونلاين، الناس حابه تشغل مصر، تشغل الصناعه المصريه زي العبايات الخليجي، العبايات الاستقبال، الزي المصري، في رسومات الفراعنه، رسومات المصريه. ده غير ان اصلا في بنات يعني ما بيلبسوش يعني ما بيعرفوش يلبسوا لبس البراندات. بالظبط، بنلبس اللبس العادي بتاعنا مثلا. احنا براندتنا هنا بتصدر لبره. بالظبط، اللبس بتاعنا احسن يعني. ياسمين يعني يا سلمى، انت تقريبا ليكي 3 اكونت، مره مغربيه ومره سعوديه ومره جزائريه. مصريه ومش المنصوره، يعني ميد ان منصوره، كل شويه بقول كده. انت من كفتان المغربي؟ من القاهره. بصي ياسمين، انا عايز اسالك ايه عيوب، بما انك قديمه شويه يعني انت في المجال بتاع الموديلنج من زمان، ايه العيوب بتاعه المجال وايه مميزاته؟ مميزات المجال طبعا الشهره، الصور، بتتعرف. انا بحب اتصور. بتتعلم برضو من المجال، تتعلم الميك اب شويه، تتعلم الوقفات، تنسيق اللبس، تنسيق الالوان. العيوب في الشغل مثلا الوقفه كتير، الكلام، الهيلز بقى والوقفه، بتبقى حاطط ميك اب كتير على وشك كده يعني. طيب معظم البنات حاليا نفسهم يبقوا مودلز ومفكرينها سهله قوي ان انت تاخدي فلوس كتير جدا وما تشتغليش، فانا عايزاكي بقى تضحي بقى. يعني وضحي النقطه دي. اهم من كل الكلام ده كله لازم تكوني نفسك، دي اهم حاجه. بالظبط. مش انا ما ينفعش ان انا اكون زي فلانه، او ان انا افرضي فلانه دي حياتها غير حياتك اصلا. عندها مؤهلات تخليها ان هي تبقى موديل، عندها قادره ان هي تستحمل عواقب ده اصلا، يعني ما هو ده صعب. انا يعني ساكنه في شبرا، بالنسبه لهم ايه ده موديل يعني؟ من شبرا دي حته شعبيه، مش شرط ان الموديل بلد بتوع شبرا يعني. اكيد طبعا احسن ناس، بس مش شرط تبقى الموديل من حته راقيه. مش كل الناس هتستحمل بالزبط. مثلا عواقب كلمه موديل على فكره. صح. البرنامج من شبرا. اه طبعا.
طيب الفترة الأخيرة بقى فيه هجوم شديد جدا على المودلز، يعني عشان هما كتروا قوي، وبقى أن أي واحدة فعلا. مثلا ليها واحد صاحبها في تجرافر وهي مش بروفيشنال فأنا موزل. فيعني أنتوا من وجهة نظركم بقى قولي لي أنت أول، تمام من وجهة نظرك إيه المودل عشان تكون بروفيشنال، يعني إيه مواصفاتها عشان تكون بروفيشنال؟ يبقى الطول بتاعها متناسق مع جسمها، مفيش حاجة أوفر عن حاجة، بشرتها كويسة، بتعرف تاخد بوزات التصوير، الميك اب بتاعها حلو لحد ما بس، ومع طبعا الشغل تشتغل على نفسها بالظبط مع الشغل مع الممارسه بتعرف. يعني زي ما انت قلتي الاول كنت بتعملي سيشنات كتير لنفسك قبل ما تبداي عندها فكره، عندها اصلا اكسبيرينس. طيب اخر سؤال قبل ما نختم يا سلمى، انت ايه رايك في البنات المودرنج اللي بيخضعوا لعمليات التجميل؟ انا مش ضد عمليات التجميل خالص، اهم حاجه ان انت تبقي باصه في المرايه واثقه في نفسك، بس دي اهم حاجه. بس انا ضد حاجه واحده، الافوره. في ناس بيقلب معاها الموضوع لمرض نفسي، يعني انا النهارده انا عملت مش عارفه انا هعمل بكره ودني هوس التجميل يعني تعمله عشان تقلد بالظبط، فده هيبقى مرض. وفي ناس بيقلب معاها قله ثقه في النفس. صح فلا انا ضد ده. نورتونا، نورتيني يا ياسمين، نورتيني يا سلمى. أعزائي المشاهدين، يعني يا رب تكونوا استمتعتوا النهاردة بالحلقة، وبنوعدكم إن شاء الله الحلقات الجاية يكون فيها فقرات أحسن من كده، ومعنا برضو نجوم السوشيال ميديا، وهيكون معنا برضو فنانين. شكرا لكم، استنونا الحلقة الجاية، وما تنسوش إن من أول الحلقة الجاية إن شاء الله هنستقبل رسائلكم وهنحل مشاكلكم مع بعض، وهتبعتولنا على الفيسبوك إن شاء الله. هنستنى رسائلكم ونشوفكم الحلقة الجاية.